مؤتمر عشائري أقامه مكتب تيار الإصلاح الوطني جاء الهدف منه تعريف شيوخ العشائر العراقية بآلية المشاركة في الانتخابات، فضلا عن آلية عمل البرلماني وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة التي يؤمل منها تحقيق هموم المواطن. لقاء عشائري في محافظة البصرة نظمه المكتب العشائري في هذه المحافظة، واللقاء بمجموعة من وجهاء محافظة البصرة حول آلية المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الكفوء والصالح لتمثيل هذه المحافظة في البرلمان. تعقد الهيئة العامة المركزية لعشائر تيار الإصلاح الوطني في البصرة المؤتمر العشائري الذي عقد دعما لمرشحنا الحاج توفيق موحي الكعبي، الذي يعتبر اليوم وعندنا ثقة به عمياء. شيوخ عشائر تيار الإصلاح الوطني أشاروا إلى أهمية التركيز على الشخصيات البصرية المجربة بخدمتها للمواطن على مختلف شرائحه، فيما طالبوا ممن سيكون صوت البصرة المقبل تحت قبة البرلمان يضع هموم المواطن نصب عينه. تمت هذه الندوة العشائرية بخصوص الوضع الانتخابي لبلدنا العراق، واليوم نبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب. قضية الانتخابات هي قضية مصيرية للشعب العراقي، واحنا بدورنا يعني المفروض على كل أطياف الشعب العراقي التوجه إلى مراكز الانتخاب لتوفيت الفرصة على الفاسدين، لأنه قضية أنه الإنسان ما يروح للانتخابات راح يوفر فرصة كبيرة للناس الفاسدين. العشائر البصرية أكدت عزمها على المشاركة بالانتخابات المقبلة بهدف الالتزام بتعليمات المرجعية العليا الرشيدة التي أوصت بتغيير المسؤولين الفاسدين، فيما أوضحوا أن عدم المشاركة تعني بقاء الوجوه التي لم تخدم البلد لسنوات. مؤتمر عشائري جاء برعاية تيار الإصلاح الوطني، شدد فيه الحاضرون على أهمية إبعاد الفاسدين والمقصرين في واجباتهم خلال الفترة المقبلة، والإبقاء على من أدوا دورهم في البرلمان خلال الفترات السابقة. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة.